السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صغاري، كيف حالكم اليوم؟ موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهو درس مهم جدا في حياتنا داخل البيت وفي المدرسة، وهو بعنوان النظافة. ما هي مبادئ النظافة؟ الاستحمام، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الأكل وبعد اللعب وبعد دخول الحمام، تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون 3 مرات في اليوم، تسريح الشعر جيدا كي يبقى مظهرنا مرتب وجميل، المحافظة على النظافة ورمي الكمامة في سلة المهملات. إلى اللقاء يا صغار، السلام عليكم.